الإطار الشيعي تدعو إلى التهدئة وتغليب مصلحة الوطن، ودعوات كبيرة من مختلف الشخصيات للتهدئة وعدم التصعيد بعد اقتحام البرلمان. صراع الرئيس يشتد، رهانات سياسية جديدة على التوافق السياسي ومطالبات للتوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحلحلة الأزمة السياسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بينما يقترب ملف تشكيل الحكومة الجديدة من التحقق يوما بعد آخر، في ظل توافق جميع القوى السياسية بما فيها حلفاء التيار سابقا الحزب الديمقراطي وتحالف سيادة إلى جانب النواب المستقلين، سيما وأن جميع الأطراف اللي كانت متنازعة دخلت مرحلة تفاهم جديدة مبنية على عدم الإقصاء حتى وإن خرجت التظاهرات، فالإطار التنسيقي يدعو دائما إلى التهدئة، عدم التصعيد، ما يؤمن بمنهج الإقصاء والتهميش لأي طرف سياسي بحسب بيانات قادة قوى الإطار التنسيقي، بل يؤمن بمنهج المشاركة والتفاهمات لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة. ولهذا كل الكتل السياسية راح تكون ضمن الحكومة الخدمية اللي يعمل الإطار التنسيقي على تشكيلها خلال الأيام المقبلة. أما بالجانب الآخر فإن أوساط سياسية عراقية تراهن على توافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحلحلة الأزمة السياسية في العراق في ظل الاستعصاء الراهن داخل البيت الكردي. تقول هاي الأوساط أن توصل الحزبين الكرديين لاتفاق بشأن رئاسة الجمهورية من شأن أن يمهد الطريق نحو التوصل إلى تسوية بين الفرقاء. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الأكارم، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. بعد طرح اسم مرشح الإطار التنسيقي اللي لاقى ترحيبا كبيرا ودعما من قبل الفرقاء السياسيين رغم تأجيج الشارع ممن انسحبوا من العملية السياسية، اليوم توجهت الآمال نحو البيت الكردي اللي لاحت فيه بوادر التوافق أيضا ولملمت ما تبقى من خلافات للتقدم بعجلة تشكيل الحكومة. الوقت يمضي بالعد التنازلي لإكمال ما بدأ به الإطار بتشكيل حكومة رغم الاحتجاجات المعارضة اللي ستقف صخرة تعثر أمام إنقاذ البلد من أزماته، إذ يرى المتابعون أن الاحتجاجات إن استمرت راح تكون هي المؤثر الوحيد قبال وضع حجر الأساس بتشكيل الحكومة الجديدة. بالوقت اللي يتصدى الإطار الشيعي لهذه الاحتجاجات اللي عدها تجاوزات واضحة بحسب بيان الأخير، ودعا جمهوره إلى الاستعداد القانوني بتظاهرات سلمية تقف صدا لهذه السلوكيات في تأجيج الشارع. نتابع تقرير الزميل نهى الشمري ونفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. مع وجود الأزمات الحالية في الشارع العراقي، يستمر الإطار الشيعي بإكمال مشروعه لتشكيل الحكومة الخدمية، إذ يحث الخطى بتحركات ثابتة نحو ترميم العملية السياسية التي شهدت هرجا ومرجا إلى هذه اللحظة من اعتراضات حول مرشح الإطار المطروح في الساحة لتسنمه منصب رئاسة الوزراء مع عدم التنازل لتغييره. كل الشعب العراقي يتأمل أنه بتشكيل حكومة، لأنه التعطيل أدى إلى إرباك كثير من الأعمال الموجودة في البلد. بقى فقط أنه تشكيل رئيس اختيار رئيس الجمهورية، إذا تم اختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء تم تشكيل الكابينة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الحكومة المقبلة حكومة الأمل أن تقدم الخدمات للشعب العراقي وتقديم كل ما يحتاجه. وبينما تتوجه الأنظار الشعبية إلى إنهاء مرحلة التوافقات والمضي قدما إلى وضع برنامج حكومي يتوافق مع المرحلة الحالية وما تشهده من تأجيج للشارع، التقاطعات السابقة أصبحت في مهب الريح، والفرقاء السياسيون تغلبت عليهم سمة التقارب بين الجميع دون إقصاء أو تهميش، فأصوات الفتن المتعالية قد ألجمت بمساع داخلية، ولربما الأطراف الأخرى لا تريد سوى إراقة الدماء أو تأجيج الفتن.
الإطار الشيعي أجمع على اختيار شخصية كفوة من الداخل تمثل الكتلة أو المكون الأكبر، فلا بد من دعم هكذا شخصية ودعم أنه السير في اختيار رئيس الجمهورية. والطرف الآخر الذي يحرك الشارع والذي يريد أن يفرض إرادته على المكون الأكبر نحتاج إلى الحكمة، نحتاج إلى العقلان. فيما تدعو قوى الإطار الشيعي بخطاباتها إلى حقن الدماء والابتعاد عن تأزيم الوضع الحالي، مع ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بضبط النفس وأقصى درجات الصبر بحسب البيان الأخير، بالوقت الذي دعا جماهيره للاستعداد بالقانون والدستور حفاظا على مؤسسات الدولة وشرعيتها بتظاهرات سلمية تقف بوجه هذا التجاوز، محملا الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد مسؤولية ما تعرض له السلم الأهلي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور ضيفا كريما، أهلا مرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي، حياك الله أستاذ محمد. خلينا نبدأ من حضرتك دكتور، مع دخول متظاهرين للبرلمان وهذا الأمر تكرر خلال 72 ساعة مرتين، بالتالي هل حققت هذه التظاهرات ودخول البرلمان مرتين خلال ثلاثة أيام، هل حقق مبتغاه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام وعلى الضيف الكريم. بالتأكيد استاذ احمد، يعني للأسف تصعيد كبير وتسارع بالأحداث، يعني اعتقد ان البلد يمر بمرحلة حساسة وصعبة، والكل يحتاج الى تهدئة الامور واللجوء الى لغة الحوار وتخفيض التوتر من خلال خطاب متزن. نعم، ما حصل هو تداعيات ممكن بسبب ترشيح الإطار لشخصية محمد شياع السوداني، وأعتقد التيار حاول أن يعبر عن رفضه لهذا المرشح من خلال يعني تظاهرات دعا إليها يوم الأربعاء، واليوم تكررت حقيقة هذه التظاهرات والدخول إلى قبة البرلمان. يعني في حقيقة الأمر أنت مثل ما تفضلت، من المفترض أن تكون هي رسالة، التظاهر حق سلمي ومكفول للجميع، ولكن يجب أن يؤدي رسالته، ويجب أن لا تتعدى هذه التظاهرات حقيقة الاعتداء على ممتلكات الدولة أو خلق فوضى لا سامح الله. نتمنى من كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة، ومن التيار الصدري نتمنى أن يكون أوصل الرسالة وعلى الطرف الآخر أن يقرأ الرسالة. واليوم كانت هناك مبادرة جيدة وخطابات جيدة من إطار التنسيق الشيعي تدعو إلى الحوار وتدعو إلى التهدئة وتدعو إلى طاولة مستديرة، وحقيقة هذا الأمر يعني ممكن أنه يدفع بالتيار الصدري وسيد مقتدى الصدر إلى أن يكون يعني هو مع الدولة، مع مؤسساتها، مع حفظ النظام، مع عدم الانجرار إلى الفوضى. وبالتالي نتمنى أنه اليوم هذه الخطابات التي جاءت من الإطار ومن قادة الإطار أن تكون هي أيضا رسالة إلى الطرف الآخر بأنه ممكن أن نقرأ الرسالة جيدا، وأن لا نذهب إلى التصعيد، لأن التصعيد لا يخدم أي طرف من الأطراف. وبصراحة حقيقة نخشى أن يكون هناك طرف ثالث يركب الموجة وبالتالي يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقبه. طيب
أستاذ محمد جثر حضرتك، يعني لكل تظاهرات لابد من أهداف ورسائل كما أوضح الدكتور الزبيدي، ما الأهداف السياسية اللي يريد تحقيقها التيار الصدري من خلال هكذا تظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفكم العزيز وللمشاهدين. حياك الله. طبعا أنه التيار الصدري بعد الانسحاب من البرلمان لوح عدة مرات بأنه لديه مشروع في المستقبل لتعويض ما ذهب إليه، وبالتالي كان يفترض بالتيار الصدري إذا كان لديه رؤية سياسية بأن يطبق من خلال البرلمان، بقاء وجوده في البرلمان كان أن يذهب مثلا إلى ثلث معطل يعطل مثلا تشكيل الحكومة، لكن انسحابه أيضا أمجز الله خير ترك المساحة الأخرى للإطار في أن ذهب الإطار وعمل برؤيته السياسية وباعتباره ككتلة أكبر وذهب بالتفاهم مع الشركاء السياسيين، لكن بمجرد أن الإطار اتخذ قراره السياسي وحدد رشح الشخصية لرئاسة الحكومة المقبلة كأن هذا الأمر لم يكن يتوقعه التيار أن يصدر من الإطار، فيما يعني يظهر أنه الإبقاء على حكومة الكاظمي كان هو الهدف من الوضع الحالي وأن تبقى الوضعية في أزمات متعددة، لكن الطريقة أو آلية حتى التي تعامل بها كان يفترض مثلا إذا كان أراد أن يتظاهر هناك قواعد أنه يتم التظاهر بها الالتزام بها، مثلا عمل على عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة، عدم انتهاك سيادة الدولة، لكن ما رأيناه العكس وأنه كأنه الفوضى في 2019 التي حدثت، وهذا ذكر المواطن بأن تخوفه من كل التظاهرات، وهذه طبعا نظرية خاطئة، كان يفترض مثلا أن تكون هناك تظاهرات إذا أراد أن يعبر عن رفضه على قرار الإطار يعبر عنه بطريقة أخرى مثلا بالتظاهر بشكل سلمي، لكن أيضا الجانب الآخر الذي لاحظنا هو أن حكومة السيد الكاظمي لم تقم بالتزاماتها اتجاه أولا هم حماية المتظاهرين، هذا في جانب في أماكن محددة، وبنفس الوقت حماية مؤسسات الدولة، عملية الدخول بسلاسة بهذه الطريقة وبهذه الآلية، وكذلك تعطيل عقد جلسات البرلمان، تعطيل استمرار الاستحقاقات الدستورية، يعني هذا أيضا قنوات بقناة الدولة الرئيسية عبرت عن هذا الموضوع بأنه سلمي وأشادت بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين. نعم السلمي اليوم مثلا أنه لا تذهب إلى مقرات الأحزاب وتغلقها أو تعتدي عليها، لا تدخل إلى مؤسسات الدولة وتنتهك حرمتها، هذه ليس من السلمية في شيء، هذه محاولة لفرض الأمر الواقع، وبالتالي هذا خلاف ما نعرفه عن كقوى سياسية ملتزمة بقانون العام للعراق، ثم التهديد إلى السلطة القضائية، وبالتالي هذا يعني أمر خطير جدا. أن اليوم إذا القضاء تم في السابق حذرنا من أن يوصف القضاء أو محاولة زجه في عملية الصراع السياسي، هذا سيؤدي إلى أنه لا توجد لدينا بعد تكون مؤسسة هيئة يتم فيها فصل النزاعات، محاولة الزج اليوم عندما يذهب المتظاهرين إلى أمام مقر القضاء هذه محاولة خطيرة، هاي هذا اعتداء، القضاء في كل دول العالم لديه حصانة ومؤسسة يجب أن تكون مصانة من قبل الجميع، وبالتالي هنا يجب أن يكون نؤشر بوضوح لأن حكومة السيد الكاظمي كانت هي تتحمل المسؤولية الكاملة والتقصير الواضح في اتجاه إن كان متعمدا أو إن كان سهوا، هنا يجب أن يكون هناك تحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال لأن نذهب إلى نتيجة حقيقية، لماذا تم الدخول بهكذا بشكل سلس وعدم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبالتالي هذا يذهب بأن الشرط الأساسي من بقاء حكومة تصريف الأعمال أنه لم تفي بواجباته، وبالتالي هنا يلزم، أما أن يقدم استقالته ويذهب حتى الآخرون يأتون لشغل المنصب وتقديم الإنجازات فيما واستمرار بالحالة حتى يتم تكليف الحكومة المقبلة، طيب. أما أنه أو يبقى بهذه الصورة
كذلك حتى بيان السيد الحلبوسي لم يكن موفقا، تعطيل الجلسات الى اشعار اخر، هذا غير متفق تماما. طيب، على اي اساس يتم تعطيل الاستمرار بالانجازات الدستوريه؟ طيب، هذه مخاطره. باي حال من الاحوال الكتل السياسيه دعت للتهدئه، وهذا ما اود. نعم، هو هذا التهدئه السياسيه. من لطفك خليني ارحب بضيف الكريم الاستاذ علي الزبيدي، عضو تحالف الفتح، ينضم معي عبر سكايب من بغداد. حياك الله استاذ علي، ضيفا كريما. لما الكتل السياسيه كلها دعت الى التهدئة وفتح حوار مباشر بين الإطار والتيار، بالتالي هل من الممكن حل هذه الأزمة بالحوار من وجهة نظرك؟ تسمع الأستاذ علي؟ نعم نعم أستاذ، الآن وصل الصوت، العفو. حياك الله. أسأل عن مسارات التهدئة وفتح الحوار المباشر بين الإطار والتيار، وهذه الدعوة جاءت من أكثر الشخصيات السياسية، كيف تنظر إلى فاعلية محاور التهدئة؟ أحمد العزيز وكافة الضيوف، تحية لك وقناتكم، وتحية لأبناء شعبنا في كل العراق من الشمال إلى الجنوب. الحقيقة اليوم والفترة هذه اللي قاعد نمر بها هي فترة عصيبة، وفترة يجب على أهل الحل والعقد، أهل العقل، أن يبرزوا حكمتهم في هذه الأيام. عادة الشعوب تعرف أصالتها وتعرف حنكتها في الأيام الصعبة وفي الفوضى. ما يجري الآن في الشارع لا يرضي أي إنسان حكيم، أي إنسان. الحقيقة العراق فيه سلطات كبرى هي السلطة التشريعية. زين، السلطة التشريعية هسه بين لنا استاذ محمد الياسري بأن بيان رئيس البرلمان لم يكن موفقا بتعطيل الجلسات، حمل المسؤولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال عن عدم أخذ الإجراءات اللازمة. طيب، لهذه اللحظة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد، بالتالي هكذا إجراءات، مو هاي إجراءات، وعش دريت من الحكومة أكثر من هذا؟ يعني الحقيقة احنا اللي لاحظناه منذ الدخلة قبل او البارحة والدخلة اليوم، اكو تسهيل اصلا، هو يعني تسهيل من الحكومة، وكأنه الحكومة تقول تفضلوا هذه المؤسسات الدولة مفتوحة امامكم. يعني لم نجد، اذا تتذكرون منذ تولي الكاظمي ولحد الان لم تنطلق مظاهرة واحدة. يا اخي كنا نفوت من باب الشرج احنا نرى القوات الشغب منتشرين، جندي بصف جندي، شرطي بصف شرطي، مستحيل أربعة يقدرون يتجمعون بساحة التحرير. فالآن تفتح الخضراء وترفع الحواجز والكراين يمشي مع المتظاهرين، هذه الحقيقة تنم عن اتفاق مسبق واتفاق واضح. لكن ما هو دور العقلاء اليوم؟ ما هو دور الآن الشيخ الخزعلي، السيد المالكي، السيد الحجاد العامري، جميع الشخصيات الآن من شيوخ عشائر، من رؤساء كتل، دعوا إلى التهدئة وإلى نبذ العنف وإلى تغليب لغة العقل. يعني حتى اليوم أنا قرأت تصريح إلى ممثلة المتحدة الأصغر كذلك تدعو للتهدئة الممتحدة. فإذا الآن أكو خطاب عقل وأكو خطاب. طيب، قاعد تجيش بالشارع وتحشيد إعلامي، جنابك أكيد عندك تواصل اجتماعي وتشوف التجيش اللي موجود بالتواصل الاجتماعي، بصراحة لا نظير له خلال هذه الأيام. يعني أنا ما أعرف الآن وين يردون يوصلون الجماعة. يقال أنه هو انقلاب على السلطات التشريعية والقضائية والإجرائية، لكن إذا لاحظت أنت الإنسان العاقل والذكي السياسي المتابع يقرأ بين السطور. زين، خلينا نقرأ بين السطور أستاذ علي إذا تسمح لي، وأذهب إلى دكتور سلام الزبيدي. كيف نقرأ بين السطور والبعض يربط بين سياسة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مع التوجه اللي سيأتي به المكلف أو المرشح لرئاسة الوزراء محمد الشياع السوداني بالمرحله المقبله؟ ما امكانيه ذلك دكتور سلام؟ يعني بصراحه هو يعني اصل الرفض هو ليس على شخص السيد محمد الشياع السوداني، حتى نكون منصفين. طيب، يعني شخصيه لا غبار عليها، شخصيه تبوأت مناصب كثيره في الدوله وتدرج، وما كان عليه اي
ملف او شبهات، وبالتالي هي انا اعتقد انه الاعتراض ليس على الشخص نفسه. أيوة الله. يعني حتى اذا كان مثلا الطرف الاخر يرى بان هذه الشخصيه ممكن ان تكون ظل للسيد المالكي او للحزب الدعوه او لدوله القانون، هذا اعتقد يعني تكهنات، لابد ان تكون الاليات الحكوميه او تشكيل الحكومه تمر عبر الياتها الدستوريه. من المفترض كان على الأقل الجلوس مع المرشح، عرض برنامج المرشح، ما هي ليس المهم من سيحكم لكن المهم كيف سيحكم. طيب. احنا في معادلة حكم صعبة، وإذا تذكر جنابك احنا في تحديدا 22 حزيران طرحنا مبادرة، وهذه المبادرة حقيقة اليوم كأنه ما حذرنا منه اليوم حصل. احنا حذرنا في وقتها يعني قلنا ركائز النصر، مبادرة تحالف قوى الدولة ونحن النصر جزء منها، ركزنا على المعادلة الحكم وهي في 6 نقاط. اولا قلنا لا غالب ولا مغلوب. طيب. الكل رابح. التنازلات المؤلمة ولكن يجب ان تحافظ على المبادئ، يعني لو ما انا اتنازل بجزئية ولكن احافظ على مبادئ. تحييد المرحلة القادمة، يجب ان الجميع يفضل المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة. انتقالية، دعينا الى حكومة انتقالية، واعتبرنا انه المرحلة القادمة تكون مرحلة انتقالية حتى تهيئ لانتخابات، تهيئ لسقوف زمنية من اجل الخروج من هذا الانسداد السياسي. وأيضا ذكرنا بالنقطة الخامسة هي ترحيل الملفات الكبرى الخلافية، لأن هذه يعني جزء من مشكلة كبيرة. النقطة السادسة ذكرنا هي الإدارة الجماعية للحكم، وهنا أنا حقيقة هو اللي حصل، يعني أنا أعتقد أنه الاستقواء والتفرد ولغة الغالب والمنتصر هذه المفروض كانت يعني أيضا يستبعدها كل الأطراف بصراحة. إذا تقول لي الأخطاء وين، أنا أقول لك الجميع مسؤول عن الأخطاء. المسألة تضامنية، لا نحمل فقط. نعم مثل ما ذكر الضيف، الحكومة تتحمل جزء، الكتل السياسية تتحمل جزء، الكتلة الصدرية تتحمل، بالتالي هي أخطاء. المرحلة القادمة يجب أن نكون جميعا، ضيوفك الكرام وكل الكتل السياسية، أن نكون جزءا من الحل لا جزء من المشكلة. البلد يمر في مرحلة حساسة وعصيبة، كل قطرة دم تراق الآن هي عزيزة على العراقيين، فبالتالي يجب أن نبحث عن الحل، نترك حقيقة المشاكل ونترك هذه الخطابات المتشنجة، وندعو الجميع إلى حوار وطني، إلى جلسة وطنية. ممكن أن تكون في هذه الجلسة نحدد خارطة جديدة للعملية السياسية، وتحديدا هذا الخطاب موجه أيضا للكتلة الصدرية. يجب أن تفهم أن الرسالة وصلت، ويجب أن تقرأ اليوم المبادرات الجيدة من كل الزعماء، ونذهب إلى حل وطني يرضي كل الأطراف. نتفق على الأقل هدنة لمدة شهر يكون فيها اجتماع لكل الزعامات والأطراف، وممكن أن ننتقل إلى مرحلة انتقالية تهيئ الانتخابات بعد معالجة ملفات دستورية، معالجة قانون الانتخابات. أنا أعتقد أنه الحل يكمن هنا، أما الإصرار والتزمت والخطابات المتشنجة ورمي التهم من الآخر من الطرف الآخر إلى الطرف الخصم، هذا حقيقة لا يخدم العملية السياسية. أستاذ محمد، كم تتفق مع ما طرحه الضيفين الكريمين الأستاذ علي والدكتور سلام الزبيدي حول التهدئة الحاصلة، وبالتالي نجد بأن المرشح لرئاسة الوزراء ماضي في طريقه وفي مشاورة الكتل السياسية بل وحتى التيار الصدري، لربما هنالك مسارات مفتوحة للنقاش والتفاوض؟ ما ذكره الدكتور الزبيدي بره رأيه محترم أيضا في ما يتعلق بأنه رمي الاتهامات من الأطراف. أولا الإطار لم يتهم الأطراف الأخرى بأي اتهامات من كافة زعماء الإطار. الآن أي شخصية واحدة من الإطار اتهمت الأطراف سواء في التحالف الثلاثي أو غيره، اتهمت اتهامات باتجاه الآخرين. نعم نلاحظ الاتهامات من الأطراف الأخرى باتجاه الإطار، هذه أولا. ثانيا هناك أطراف في المكون الكردي والمكون السني للأسف أقولها أنه تدعم الفوضى التي تجري الآن، دفع باتجاه التصعيد، وهذا هم أيضا مؤشر خطير. أي يعني بأن هذه الأطراف تتصور أنها في مأمن وأن ما يحدث هو الصراع في الوسط الشيعي، وتناست إذا أن الفوضى توسعت وتشمل الجميع ولن تستثني أحدا، لا الإقليم ولا المناطق الغربية بدون استثناء. وبالتالي محاولات الدفع بالتصعيد أيضا هذه
فيها مؤشرات يجب أن يتعظ الآخرون ويتم محاسبتهم. النقطة الثالثة أنه إحنا يوميا نسوي انتخابات بهذه الوضعية ونذهب بحكومات انتقالية متعددة، وإحنا شنو اللي حصلنا عليه من 2019 لغاية اليوم؟ هذه حكومة انتقالية تشلبت بالمنصب ما تقبل تطلع، هاي الفوضى اليوم جزء منها، جزء منها هي حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي أنه اليوم إذا لم تعطلت الاستحقاقات الدستورية وإذا تم تأخيرها وتأجيلها بمشاريع أخرى هم أيضا سنقع في نفس المشكلة. الآن كيف تقنع الطرف الآخر والمحكمة قد أقرت في قانونها بتغيير قانون الانتخابات، قد أقرت في قانونها بإلغاء العد الإلكتروني، كيف تقنع الطرف الآخر بأن هذه يجب أن تطبق في القانون المقبل؟ وإذا هو لديه 100 إشكال على المحكمة أو على القضاء، لديه اتهامات متعددة على القضاء وعلى المحكمة، وبالتالي هنا خرجنا أنه لا توجد مثلا جهة يتم الذهاب والحوار والأخذ برأيها. بالتالي هذه المسألة اليوم دعوات مثلا للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي عندما لاحظنا كان له موقف سلبي من حكومة السيد عبد المهدي في التظاهرات التي حدثت، كان له موقف سلبي عندما تظاهر الإطار، جمهور الإطار رفضا لنتائج الانتخابات هنا، ولكنه اليوم يصمت أمام هذه المحاولات. وبالتالي هذه ازدواجية حتى في المجتمع الدولي. اليوم أنا يجب أن يكون الحوار والتهدئة هي مطلوبة وبشكل أساسي، لكن أن يجب أن الآخر أن يفهم أنه لماذا تمت التهدئة، لماذا تم ضبط النفس حتى أن لا تراق الدماء. بالتالي الآخر هل يقبل بأن يذهب بخيارات الإطار أم أنه سيستمر في محاولات انتهاك سيادة الدولة؟ طيب. وهنا يجب أن نقف عند هذه الملاحظة. هذه تساؤلات خليني أستاذ محمد أطرحها على الأستاذ علي الزبيدي. أستاذ علي، لما نتحدث عن هكذا تحديات، المسألة ليس بين الإطار والتيار كما يوضح الضيوف الكرام، بل أن هنالك أطراف رئيسة في هذه التفاهمات السياسية، نقصد بها سيادة والكتل الكردية. بالتالي بعد إكمال الإطار ترشيح السوداني، هل هنالك نية للدخول في حوارات مع الكتل الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية وأيضا الاتفاق على تكليف السوداني؟ العفو الصوت يتقطع استاذ احمد، عيد لي بالسؤال. اسالك عن التفاهمات اللي راح تحدث، يعني ليس فقط بين الاطار والتيار بل حتى مع الكتل الكرديه والسياده. الحقيقه صار يعني عده اسابيع نحن ندعو الكتل الكرديه، وخاصه الاسبوعين الماضين، يعني ندعو الكتل الكرديه الى الوصول الى مرشح وتقديم مرشح واحد للبرلمان، وخصوصا في الاسبوع الماضي بعدما تاكد من ترشيح الأخ محمد الشياع السوداني، دعونا الكتل الكردية إلى أن تصل إلى نتيجة ولكن لم تصل إلى نتيجة. الكرة في ملعب الأخوة الكرد. إذا لم يتفق الأخوة الكرد على شخص رئيس الجمهورية، سوف يدخلون هناك بمرشحين، والمرشحين تعرف جنابك الأخ والرد بالبرلمان، سيؤخر انتخاب رئيس الجمهورية، وثم رئيس الجمهورية هو من يكلف رئيس الوزراء. أود أن أشير إلى نقطة محددة اليوم. كل يوم تتأخر في تشكيل الحكومة هو يمد في حكومة السيد الكاظمي. السيد الكاظمي الطرف المستفيد الوحيد من وجود السيد الكاظمي الآن هو التيار الصدري. فإذا كل هذه إسقاط السلطة التشريعية ومحاولة إسقاط السلطة القضائية في البلد هو لإدامة حكومة السيد الكاظمي. حكومة السيد الكاظمي بقائها كارثي على العراق. حكومة تصرف أعمال وبدأت تتصرف بقرارات سيادية وقرارات مصيرية للعراق، منها خارجية ومنها إقليمية ومنها داخلية. يعني في يوم تتذكرون أستاذ أحمد، في يوم قصف دوغ يعين السيد الكاظمي 200 مدير عام من التيار الصدري. الحقيقه هذا اذا دلل على شيء يدل على ان هناك يعني ما يسمى بتغيير الدوله العميقه لصالح التيار الصدري، وهذا ما يستهجنه جميع الكتل السياسيه. واكثر مره كرر السيد الكاظمي ان كل ما تقوم به
من أمور من بعد انتهاء عمر الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال الحقيقة يعتبر باطل ولا يبنى عليه. نعم. طيب أستاذ علي اسمح لي أن تتم لهذا الموضوع شأن آخر نتابعه بعد الفاصل مشاهدي الأحبة، تفضلون بقاء ويانا. صراع الرئيس يشتد، رهانات سياسية جديدة على التوافق السياسي ومطالبات للتوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحل حالة الأزمة السياسية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. ملفنا الثاني، لا تزال الأحزاب الكردية تراوح مكانها فيما يتعلق بحسم منصب رئاسة الجمهورية، باحثة عن مساحة واسعة من الوقت، وهو ما لا يتواءم مع ضغط أحزاب بغداد اللي تتجه بوصلتها لإيجاد تفاهم بين أطراف النزاع بما يعجل في عقد جلسة انتخاب رئيس للبلاد ويضع حدا لمآلات هذا الانسحاب على التوقيتات. نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميل علي حبيب. قوة الخلاف في البيت الكردي تزداد اتساعا حتى مع دنو جلسة انتخاب الرئيس العاشر للبلاد، فالوصول إلى قمة رئاسة العراق ما زال غير متاح لغاية الآن بسبب عدم التوافق وما أحاط بمبنى البرلمان من إشكالات، فورقة الغريمين الكرديين لا تتيح القبول بمرشح تسوية تتفق عليه أحزاب الشمال حتى مع إنهاء القوى الشيعية الشطر المتعلقة بها من المهام. اليوم إضافة إلى عدم اتصال أو عدم توصل في الأحزاب الكردية إلى مرشحين لدخول قبة مجلس النواب، حقيقة وجود عائق شعبي أمام مجلس النواب، هذه من جانب. من جانب آخر سيكون هنالك أيضا اختلاف في الرأى بين الحزبين الكرديين، وهذا اختلاف كبير جدا. اتفاق الرمق الأخير من المفاوضات واعتماد آلية مرضية هو ما تبقى لحل عقدة الزعيم الجديد لقصر السلام، وباستبعاد المخرجات الرسمية لتلك الاجتماعات فإن تكرار تجربة عام 2018 الأقرب للاحتمال، وإذا ما تحقق ذلك فإن عملية ولادة رئيس جديد ربما تصاب بالعسر أو الإجهاض. الاتفاق الحزبين الكرديين سيسهل وسيبسط من أزمة الانسداد السياسي، وسيقع عليه عبء انه اختيار رئيس الجمهورية، وهذا كله راح يخفف من وطأة الصراعات السياسية داخل قبة البرلمان. الانسداد السياسي راح يكبر وراح يتطور وراح يعبر الى جهات سياسية اخرى ليس فقط الكردية. وامام هذا الخلاف الدائري تعقد الامال على قدرة السلطة التشريعية بعقد جلسة الحسم خلال الاسبوع الحالي او مدة اقصاها الاسبوع المقبل للإيفاء بالتوقيتات الدستورية المؤجل بعضها منذ تشرين الأول، فالموقف حرج والجميع يبحث عن طوق نجاة يكون بمثابة الفصل الأخير من قصة طويلة أبطالها حزبان متعنتان بمواقفهما. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيوفي الأكارم الدكتور سلام الزبيدي، حياك الله دكتور، وضيف الكريم الأستاذ محمد الياسري والأستاذ علي الزبيدي. دكتور سلام، يعني بداية مع انتهاء المهلة اللي منحها الإطار التنسيقي للقوى الكردية لتقديم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، برأيك ما الذي تتوقعه في الخطوة المقبلة؟ بصراحة أستاذ أحمد، جزء كبير من المشكلة والانسداد السياسي هو كان مسألة حسم رئيس الجمهورية، وأعتقد يعني حتى لم يمضي التحالف الثلاثي بمشروعه بسبب هذه الأزمة اللي حقيقة خلقها الخلاف بين الحزبين الحاكمين البارتي واليكتي وعدم الاتفاق على الأقل على الذهاب بسلة واحدة إلى بغداد
حسم موضوع رئيس الجمهورية اللي كان عليه جدلية وخلاف كبير، يعني الإصرار الحزبين على شخصيات يعني قد تكون مرفوضة من بغداد أو مرفوضة من الشارع، هذا حقيقة عقد الأمر. يعني بالأيام الأخيرة يعني طلق مسامعنا أن هناك تقارب بين الحزبين، وحقيقة فرحنا أنه ممكن أن تكون شخصية جديدة، يعني طرح اسم عبد اللطيف رشيد أعتقد يعني كمرشح تسوية بين الحزبين والذهاب به إلى بغداد. أعتقد إذا مضى هذا الأمر بين الحزبين ممكن أن تكون نقطة انطلاقة أو عمود فقري لإنهاء الانسداد السياسي، ورسالة جيدة إلى بغداد، لأن تعرف اليوم الآليات الدستورية ما ممكن أن تمضي الحكومة وتكليف رئيس الوزراء إلا من خلال التصويت على رئيس الجمهورية. نتمنى من البارتي واليكتي، وهم حقيقة أيضا جزء كبير من مشكلة التشظي ليس فقط بالبيت الشيعي وإنما البيت الكردي كان جزء من المشكلة كبيرة، نتمنى أنه يتوصلون إلى اتفاق، لأن أنا أعتقد أنه حسم موضوع ملف رئيس الجمهورية وقبوله في بغداد والرضا عنه ممكن أن يكون حل لإنهاء الانسداد السياسي القادم. أستاذ محمد، يعني برأيك دخول حزبين كرديين بمرشحين إلى قبة البرلمان في حال انعقدت الجلسة، من أي كفتين سترجح؟ طبعا أنا تكملة لكلام الدكتور السلام الزبيدي ضيفك الكريم، كانت المعضلة كانوا في السابق يقولون المشكلة في البيت الشيعي، الآن هي الكرة في ملعب الكرد. وبالنسبة أن الاتفاق هو ليس اتفاق ما جرى في الأيام الأخيرة، إنما أرضية للمفاوضات لم ينتج عنها شيء لغاية اليوم، وكل متمسك برأيه. بالتأكيد إذا دخل الحزبين إلى البرلمان بمرشحين اثنين، بالتأكيد ستكون الكفة من صالح مرشح الاتحاد السيد برهم صالح، باعتبار الاتحاد لديه حليف استراتيجي هو الإطار التنسيقي. الحزب الديمقراطي لم ينجح لغاية الآن في أن يقنع الإطار بمرشحه، هذا من جانب. من جانب آخر أن الإطار لديه التزام أخلاقي مع الاتحاد في وقوفه معه عندما كان شكل الثلث الضامن في العملية السياسية، وبالتالي هذا كجزء. والديمقراطي يفهم ويعرف المعادلة جيدا ويعلم أنه إذا دخل البرلمان بهذين المرشحين بالتأكيد سيكون الكفة لصالح الاتحاد، ولهذا تجري المفاوضات مهيئة في المفاوضات عسى والعلى أن يتفق على مرشح معين، لكن لغاية الآن لا حلول في الأفق من جانب الكرد، والخيار الأقرب هو أن يتم الذهاب، وقد لا يحضر الحزب الديمقراطي للجلسة، هذا أيضا هم مؤشر، وحتى حضوره لن يؤثر على عقد جلسة البرلمان باعتبار أنه الثلثين مضمونين بشكل أساسي. طيب أستاذ علي الزبيدي، يعني بعض قادة الديمقراطي يؤكدون ترجيح كفة برهم صالح على مرشحهم ريبر أحمد، برأيك هل يعد هذا تنازلا للاتحاد الوطني، وماذا عن مرشح التسوية الذي أشار إليه دكتور سلام الزبيدي؟ الحقيقة أستاذ أحمد نص الكلام قاعد يجيني مو من بداية السؤال، يعني من الأستاذ يحكي والصوت ما يوصلني السؤال. طيب. كامل احنا اليوم زبيد اثنين مستضيفين بالحلقه، ف هذا خير توازن فاسالك عن يعني تقديم التنازل من قبل الاتحاد او عفوا من قبل الديمقراطي للاتحاد، هل سيكون تنازل لبرهم صالح ام ان مرشح التسويه هو الذي سيحسم الامور؟ والله استاذ احمد جميع المعطيات بين الحزبين يعني لا تبشر بخير إلى حد آخر يوم، يعني إلى حد الجمعة أمس هو ما كان أكو اتفاق ولا أكو تنازل، وجزء كبير من تأخير تشكيل الحكومة هي رئاسة الجمهورية كما أسلف الأخ قبلي الضيف. فمسألة رئاسة الجمهورية لو كانت محسومة من البداية لكان الإطار حسم موضوع رئيس الوزراء، والآن شكلت الحكومة في جلسة واحدة. المسألة التي كنت أود أن أشير لها في القسم الأول هي أن تأخير الحكومة الآن لا يصب في مصلحة المواطن. المواطن بحاجة إلى خدمات، جميع يعلم الآن هذه السنة مرت بلا ميزانية وبلا خدمات، فقط الصرف كان يتم عبر 1 على 12،
والحقيقة صرفت مبالغ كبيرة من الميزانية وميزانية انفجارية، ولكن لم يفهم أحد من المجتمع أين صرفت هذه الميزانية. وبالإضافة لهذا صار مسألة التصويت على الأمن الغذائي، والأمن الغذائي تعرف طيب. كم تريليون صار بي. فأنا أعتقد أن تأخير تشكيل الحكومة على كل إنسان وطني الآن، على كل عراقي وطني، أن يهدئ الوضع وأن نذهب إلى طاولة المفاوضات بين جميع الكتل وبين جميع رؤساء الكتل. يجب أن نصل إلى كلمة سواء، إلى اتفاق بين جميع الكتل لتشكيل هذه الحكومة المتعسرة، التي الحقيقة في كل تأخيرة منها يتضرر الشعب العراقي. طيب. في كل يوم طيب. لا تستخدم الحكومة، الشعب العراقي هو المتضرر. طيب، لازلنا يعني تحت طائلة عقدتين، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. بالتالي لما نتحدث في هذا الملف عن رئاسة الوزراء، الإطار كما بين السيد محمد الياسري هو الداعم للاتحاد الوطني. برأيك دكتور سلام، هل سيكون هناك صفقة لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية مقابل مرشح رئاسة الوزراء؟ بصراحة أنا لا أميل إلى الاتفاقات والمجاملات على حساب المشروع. هسه اتفقنا أو اختلفنا، يجب أن نرسم خارطة جديدة للعملية السياسية. اليوم أنا قلت لك لا ننظر إلى اسم المرشح، بل ننظر إلى برنامجه. أنا أعتقد أصل الخلاف الآن هو الهيمنة على هذا المنصب من قبل البارتي واليكتي، وهذا راح يعقد المشهد بشكل كبير. نحن نحتاج رئيس جمهورية للعراق وليس لمكون أو حزب. وبالتالي نكرر نفس التجارب، مع جل احترامي لشخصية السيد برهم صالح، ولكن أنا أعتقد التجديد للسيد برهم صالح ليس في صالح العملية السياسية، أخذ فرصته وخلاص. علينا الإتيان بشخصية جديدة يتفق عليها الحزبان وتكون شخصية للعراق وتؤدي مهامها كرئيس جمهورية، وأيضا يكون مرضي لكل القوى السياسية في بغداد. تعرف اليوم العرف السياسي، نعم سمح للأخوة الكرد أن يكون ما يتدخلون بمرشحهم، ولكن بالتالي هذا يحتاج إلى ثقة، وهذه الثقة يجب أن لا نكرر نفس الشخصيات أو الإصرار. الحزب الديمقراطي يصر على ريبر أحمد أو الحزب الاتحاد، يجب أن يكون. هل أصبح البلد عاقرا أستاذ أحمد؟ لا توجد فيه كفاءات. 26 شخصية مستقلة مرشحة لرئاسة الجمهورية، اختار أحد الشخصيات الوطنية وأحسم هذه الجدلية، لأن الأهم هو المشروع وليس الاسم. لأن أنا بالتالي إذا أتفق على مشروع في الإقليم وأحدد مسارات هذا المشروع، بالتالي رئيس الجمهورية سيكون جزء من هذا المشروع اللي تتفقون وياه بحكومة بغداد. لذلك أنا لست مع المجاملات، أو يعني مثل ما ذكر الضيف أنه لسيد برهم صالح موقف ولازم أرد له هذا الموقف على حساب المشروع الوطني. يعني إحنا إذا نبتعد عن المجاملات أستاذ محمد، بالتالي أنه نتحدث عن عملية سياسية مشت وسارت ضمن هذه التوافقات، وهنالك أعضاء في الحزب الديمقراطي لوحوا بالانسحاب من العملية السياسية أو من التشكيل الحكومية في حال عدم حصولهم على منصب رئاسة الجمهورية. ما مدى إمكانية يعني تحقيق هذا السيناريو؟ طبعا أنا أتقاطع مع ما ذكره الدكتور الزبيدي ضيفك الكريم في هذه المسألة بالذات. احنا اليوم نظامنا برلماني، كل قوى سياسية لديها حضور، لديها عدد مقاعد، لديها شركاء، لديها حلفاء في البرلمان، تنجح بالتمرير. إذا لم يكن لديه حلفاء أقوياء لا يستطيع أن يمرر مرشحه إلى أي منصب معين. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، اليوم لدينا مرشحان اثنان فقط لرئاسة الجمهورية من ضمن القوى السياسية. أنا لا أتحدث عن المرشحين الآخرين، لكن ضمن حصة الكرد والمنصب الذي هو يمثل جزء من الإطار الذي تم الاتفاق عليه والعرف السياسي السائد في العملية السياسية، أنه رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد، وبالتالي هذا المرشح يكون من الكل. عندما يأتون مرشحين اثنين، الآن عندما أضع المرشحين هسه، رغم كل الملاحظات التي نضعها على السيد برهم صالح، لكن تكون يعني شاسعة مع الملاحظات التي توجد على الشخصية. لديها كثير من اتهامات حقوق الإنسان، كذلك كثير من الاتهامات في عرقلة وتعزيز الانقسام الشيعي الذي يتحمله الحزب الديمقراطي جزء من اليوم. وبالتالي هذه النقطة تدفع
القوى الشيعية تدفع قوى الإطار إلى دعم مرشح الاتحاد. اليوم الاتحاد لماذا تحالف مع الإطار إذا لم يقف الإطار ويدعم مرشحه؟ لماذا يدعم الاتحاد مرشح الإطار إذا لم يدعم الإطار مرشح الاتحاد؟ هذا جزء من الشراكة، جزء من التحالف السياسي ما في البرلمان، ونظامنا برلماني بالتالي يلزم هنا على الأطراف. هذا كالتزام أخلاقي، أما إذا يريد الأحد الآخر أن يتنصل عن أن يفكك مثلا الشراكة ما بين الإطار والاتحاد، هذا أخو غير مقبول مطلقا، وهذا ما أعلنته قيادات الإطار بالمناسبة بشكل يعني ليس الرأي رأي فقط، ولا أنه تكون معلومة مخفية، وهذا بشكل معلن. وبالتالي هي ليست مسألة منحصرة. اليوم الاتحاد كقوة سياسية في البرلمان ومؤثرة وفاعلة ولديها تاريخ مشترك من النضال مع القوى الشيعية، بالتالي عندما قالت هذا مرشحنا لم نتفق مع الطرف الآخر، هذا لا يعني أنه الإطار أنه فقط ألزم بين السيد برهان صالح، لكن ضمن أسس التحالف مع الاتحاد أنه يدعم مرشح الاتحاد. هذه نقطة. في حال لم يصلوا إلى تفاهم، وأستبعد الوصول إلى تفاهم كردي كردي في ضوء المتغيرات الحالية في النقطة الأولى. النقطة الأخرى، قوى من الشخصيات من الحزب الديمقراطي داعمة للأحداث التي تجري اليوم في المنطقة الخضراء، وبالتالي هذا ما أيضا مؤشر على أنه هناك لم يكن مستوى النضوج أو التحالف الناضج ما بين الحزب الديمقراطي والإطار، وهذا ما سيعزز حضور الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب أستاذ علي، لما نتحدث عن هكذا موضوع اليوم أريد نتكلم عن كسب الوقت من قبل الأحزاب الكردية. هل ستستغل الأحزاب الكردية هذه الظروف التي تجري في بغداد، تعطيل البرلمان وتأجيل جلساته، الانشغال بالوضع السياسي الراهن، بالتالي تكسب الكثير من الوقت وتمنح هذه الظروف أريحية في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية؟ أستاذ علي الزبيدة تسمعني؟ بجد عندكم مشكلة بالصوت. يلا تحملنا هذا السؤال الأخير. الأحزاب الكردية مرة يجي ضخم مرة يروح. الأحزاب الكردية أستاذ علي راح تستغل هذه الظروف وتكسب الكثير من الوقت. الآن تحسن الصوت. نعم. ألو. كسب الوقت من قبل الأحزاب الكردية في ظل هذه الظروف راح تستغل الأحزاب الكردية. الأحزاب الكردية هي بالحقيقة مستغلة الوقت، والآن يعني إذا نتابع الأحزاب الكردية، الأحزاب السنية، الأحزاب الشيعية، الجميع يدعو إلى التهدئة ولغة العقل، ولكن تأخير رئيس الجمهورية وتأخير ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية، شخصية معتدلة من قبل اليكتي، بصراحة هذا يعقد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد. ونرجو ونأمل من جميع الفرقاء السياسيين أن يغلبوا لغة العقل وأن يجتمعوا على طاولة واحدة، لأننا جميعا في مركب واحد، إن غرق هذا المركب يغرق الجميع، وإن نجا هذا المركب ينجو الجميع. فنتمنى من الأخوة أن يدركوا خطورة الموقف من الكرد ومن العرب ومن الشيعة ومن السنة، يدركون خطورة الموقف. الموقف خطر جدا. هناك من يريد شرا بالعراق، من دول خارجية تريد شر بالعراق وتريد اختزال طائفي، لكن نأمل من العقلاء ونأمل من أبناء شعبنا أن لا ينجروا وراء هذه الفتنة العمياء. التي إن حصلت لن يسلم منها أحد. طيب احنا أيضا أجرينا استطلاع لموقع المتابعين موقع قناة الأيام الفضائية، وسألناهم حول موضوعة الحلقة، هل تعتقد أن حسم منصب رئاسة الجمهورية مرهون بتوافق أحزاب الأحزاب الكردية؟ 65% قالوا نعم مرهون بتوافق الأحزاب، و 25% قالوا كلا، و 10% تحفظوا على الإجابة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الزبيدي، عضو تحالف الفتح، حدثتنا عبر سكاب من بغداد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وشكري لحضرتك الأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي، والشكر الأوفر لجنابك الدكتور سلام الزبيدي عضو تلاف النصر. شكرا لكم، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة، إلى اللقاء.